وحال حال جميع كل مكان، يعني نقدر نقول في الكويت تلونت سماء دولة الكويت بالثوب وألوان الفرح ابتهاجا بالأعياد الوطنية خلال العرض الجوي لأكثر من 2000 طائرة تدرون في شارع الخليج العربي. احتريت ما قدرت اروح. لان تبين صدق، لا هو وايد حلو شهادة لله. يعني انا يمكن شفت الفيديوهات لي هذا الاحتفال، طبعا حضور جماهيري كان كبير من المواطنين والمقيمين، طبعا حظي به العرض الجوي الوطني لطائرات الدرون. للاسف انه ما كنت ادري اي يوم بالضبط، فتفاجأت عقبها بيوم. بالصور اللي شفناها وقاعدين نشوفها الحين راح نشوفها من خلال هذا التقرير، نطلع اكثر على شلون كانت هذه الفعاليه. ترى هذا مو شراقي، لا هذه طائرات درون. خلينا نشوف. ألوان البهجة والفرح وأعلام الوطن تتلألأ في سماء دولة الكويت من خلال العرض الجوي لأكثر من 2000 طائرة درون احتفاء في شهر الأعياد الوطنية لدولة الكويت. نهنئ حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل أحمد الصباح حفظه الله، على شهر الأعياد الوطنية والتي نفتخر بها ونحتفل بها كل عام، ونهنئ الشعب الكويتي الكريم كذلك، وإحنا فخورين بهذا العمل الذي أنجزناه في فترة قصيرة. كما أود أن أشكر في هذا الصدد شركة زين للاتصالات كونها الشريك الاستراتيجي، خاصة بالتحديد في موضوع العرض الجوي اللي حضرتك تفضلت فيه للدرونز. العرض الجوي الوطني لطائرات درون أحد الفعاليات الوطنية التي نظمتها شركة المشروعات السياحية في سماء شارع الخليج العربي وسط حضور جماهيري كبير. اللي حدث اليوم في سماء الكويت أن لأول مرة في سماء الكويت يطلع 2000 درون في تقنية عالية ومواصفات عالية، وجسدوا قصة تعكس تاريخ الكويت، وهي تعكس كذلك التلاحم الوطني بين كافة أطياف المجتمع الكويتي. كل هذا من أجل الكويت، وفعلا احنا بالرغم من أن مجلس الإدارة جديد وما صار له يعني صار له يمكن 5 أشهر، ولكن احنا فخورين بالإنجازات اللي قاعدين نحققها وبالنجاحات، بالرغم من أنها هي صغيرة ولكن تأثيرها كبير ومردودها الاجتماعي أكبر. المواطنون والمقيمون يتغنون باسم الوطن الكويت في شهر الأعياد الوطنية. أكثر من 2000 طائرة درون حلقت في سماء دولة الكويت ورسمت أفراح البهجة والفرح احتفاء في الأعياد الوطنية تحت شعار وطن الكويت سلمت للمجد. فهد التركي، تلفزيون دولة الكويت.